لا يا الزلم يا بي هذا السم. شو كيف صرت ترقص الدنيا عندي شباب؟ ايش هاد؟ عارفين شباب ايش هذه المنطقة؟ طلع فوق زيت السماء يا معلمين فوق يا معلم. ها حبيبنا وين كبير الليل عنده هجم يا معلم، وفي ناس بستنوا فينا هناك قاعدين. هذا المعلم تبعي. هذا معلمك؟ طب انا معلمي وين راح؟ تعال الوذر هذا مش مبين بارت ستريد، في واحد بياع هناك. هذا تريدر بياع بياع بياع. تعرف شو اللي بيقهر صديقي؟ انه حتى لما تموت حتى الفلوس بتروح منك. هاي المشكله، هاي اللي بقهر. تعرف قديش كنت مجمع انا؟ 177 بس قد ايه؟ شيء 2000 وإشي. اوف والله كتير يا معلم. اخباركم معلمين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم شباب زي ما شايفين حنكمل بماينكرافت. بعد راح عند البياع مش عارف شو بيعمل، قلتوا لي شباب نكسر الشجر بيوقع لك فاكهه. والله ما معي شكل يا باد انا، ولا انا معي اكل بصراحه ما اكذب عليك. عم نبدا مقطع ما منه اكل. عادي اخي نشرب الساكي هذا يمكن يعطيني حاجه، ولا اعطاني اي حاجه. فقلت له شباب تكسر الشجر بوقع لك فاكهه، فاكهه شيطان يعني. بادي في زومبي قاعد بيشتغل زينا، هيو ايش بتسوي يا كبير؟ قاعد معاه هادي ابصر ايش. خد طبعا شوف ليش هذا قوي، هذا معه سلاح لانه طبعا الشباب السلاح اللي معي هذا من بادي بتلاقوه بالحلقه عند بادي كيف جبنا السلاح. لا هاي لقينا تخت، تعال يلا 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 جيك 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 صار امشي يا زلمه ما ابطاك. افتح 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 سبس. نعم ما في تخت هون، تعال. يعني هذول بيوت الحين. مدري والله ايش هذا، فكرتهم والله للدجاج يا بادي. عارف في هاي في زومبي، زومبي بادي مات، هاي في زومبي تاني. هوي في هان واحد واقف، ايش بتساوي يا معلم؟ السلام عليكم. اكل كاش تحكي معي؟ ليش تحكي معي يا بادي؟ لا ما عندهم سرير هذول، ما عندهم اكل ما عندهم شيء. والله شكلنا لازم نرجع البيت يا معلم. والله كثير بطيخ. البطيخه ما اكبر وجهها. اجى الزنخ اجى الزنخ. هيني جايك زومبي. بطيخ 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 بطيخ. خش جوا البيت سرير كويس يا معلم. اجى الصبح تمام هيك الدنيا حلوه. انا بدي اكتل الخنازير هذه اخذ لهم لحوم. انت في معك لحم يا معلم؟ كم معوش بادي بدي احاول اعرف شو اعمل. استنى هي هذه بدي اكسر شجر واشوف حيوقع لي منهم ولا مش حيوقع. شجر قال فانيلا شجر الاولاني المفروض عندنا فاكهه، يعني المفروض قالوا لك قالوا لي فاكهه التفاحه. قالوا بتوقع يعني فاكهه بس نادر يتوقع. بيتنا المحبوب اخيرا وصلنا. هي شبادي مزبط الدنيا كلها، شايفين كيف على الخريطه حوط كل الدنيا هنا. انا شب دورت كثير كم فاكهه طلعت لي، طلعت بادي تفاحتين يا بادي، وطلعت لي بس بس تفاحتين. طلعت لي تفاح انا بس، انه شو استفدت منها؟ ما بعرف. وقالوا لي الشباب كمان ايش اني احطها في الصندوق، شايف كيف تفاحك كل تفاحه منفرده برضه على الفاضي ولا صار اشي. طب خلص انا بدي اجهز بادي الامور، بدي اجهز اغراض اجهز الاكل عشان ايش ننطلق في رحلتنا. معلم شو بدك تروح سفينه ولا شو؟ بما انه خطه الشجر فشلت هاي بلاش لسفينه. عشان نجيب كمان بادي جن باودر ولازم وندور على المعلم تبعك. والمعلم هاي شو هاي؟ بعطني انت في الحلقه السابقه مش عارف. هاي شو اسمه هاي؟ شو فاكهه هاي؟ ما باقينا. لا يا الزلم يا بي هذا السم. شو كيف صرت ترقص الدنيا عندي؟ الله شوف عطتني نيسي نيوسي هنجر ثلاثة وبويزن. يا سلام دمرتني يا بادي. سمك السامة يا زلمة بعرفهاش، انت معطيني اياها حط لي اياها في صندوق. ايش في لسه بويزن؟ لسه في وقت، كل ما اكل بصير الدنيا. يا الله طب خلص هينا قاعدين نستنى يا هاي فاضية ما في حدا. فاضية القراصنة اصلا الشاب قالوا لي على الفاضي على الفاضي، يعني ما بتلاقيش فيهم حاجة. نادر نادر انا دخلت هذا دخلناها يا معلم هذه قبل هيك صح؟ في قراصنة في قراصنة يا معلم في قراصنة. هاي صديق لا ماله مش هينطخ هذا مش هينطخ ليش؟ معي جنباودر عندك سلاح ما عندك اي شيء.
هذا بخدش جن باودر ولا هذا سلاحك انت عطني اياه؟ جن باودر يا عمي سفر بوليت. هاي جن باودر بوليت، معيش بوليت. طب هيك مشكلة، معيش سلاح. سلاح كايدو وينه؟ معي سلاح كايدو، معي مع بعض صديقي اللي تحت قوة. هاي صندوق يلا، هاي صندوق عنده سيف. في سيف والله سيف. لا سبعة هذا مش نافع. ايش بدك يا زلمة؟ بعد اثنين عندي اثنين. دم ستة يا الهي، اوعى تموت. دمي 12 انا. يلا بدي اكل وجيك. قتلته دمي. طيب في صوت اسمع. سبرايز. فتحت باب اللونة. كسكت. حمود. الله يسامحك. متت؟ في حد بيفتح الباب بسفينة قراصنة يا زلمة؟ لا انت بتقول في هذا بصريج. في واحد كايدو. انا متت. طيب يا معلمين، رجعنا شباب من تاني، وللأسف زي ما انتم شايفين انا لحالي حاليا. بس في حاجة مش كويسة صارت. هو معلم كيف حالك؟ لسه المهم معي كويس. في حاجة شباب مش كويسة، او مش حاجة، في حاجات كتير صارت مش كويسة. طبعا اول شيء بادي مش معانا. تاني شغلة، هذا التسجيل الثالث تقريبا، وانا حاليا بصور لكم شباب قاعد في تاني يوم او في ثالث يوم مش عارف صراحة، او في رابع يوم والله ما عارف. فاللي صار يا معلمين، من بعد ما طلع بادي يعني قعدت سجلت، طلع تسجيل بدون ايش، بدون صور. ثاني مره يا معلمين، او المره اللي بعدها يعني، صارت سجلت ونسيت وانا بسجل، يعني نسيت اضغط على مين، على زر التسجيل، فاهمين علي؟ المهم ما علينا. فما صارش حاجات كثير يعني شباب، يعني صارت امور قليله جدا، منها انه مين اللي بيفجر يا معلم. منها يا معلمين ان احنا ايش، رحنا جبنا اغراضنا وسلام عليكم. بس يعني كنا بندور على جام باودر، ما لقيتش الصراحه، لانه مشكله بصراحه. بدك وين راح السيد؟ بدك تقتل اللي هو شو اسمه، هذول الكريبر، عشان يجيب لك الجام باودر. والقصه صعبه الصراحه. بدنا نشوف ايش نعمل، بدنا نشوف لنا موقع او سفينه تكون سهله، يعني ناخذ منها شويه جام باودر، وبعد هيك ايش، نشوف لنا فاكهه زي الناس. طيب معلمين، شايفين الشباب معي خريطه، مش عارف انا فتحتها هيك ولا ايش صار بالضبط. خلينا نشوف. بس في عندي كمان ايوه عندي هن وحده، اعتقد هذه مش شغاله صح. لا والله شغاله هذه برضو، بس هذه بعيده. انا حطيتها شباب هنا، هذه حطيتها هان. طب لو حطينا هذه هان ايش بصير؟ اوكي شباب، حطيت ورق وحطيت هادي، اعطاني هادي. ايش يعني صارت هيك؟ ما بعرف صراحة. وفي انفجارات برا ما يوه هيك يعني فتح لي اياها يعني؟ والله حلو. طب حلو خلص شباب، نروح عليها الحين. هادي هيك زبطت يعني، خلص القصة؟ ممتاز جدا. شباب انا رجعت تاني، حطيت الماب برضو، بتضلها تعمل لي خرابيش، فمش عارف. يوه لازم اعملها اكثر من مرة. طيب خلينا نشوف. خلاص اوكي، عملت ثلاث مرات يا عمي. قول من الاول هيك يا زلمة. بس شوف كيف الحلاوة، الطريق هيك. طيب خلاص. طيب شو، قربنا مش ضايل كتير. وقول لي يا شباب في كنز هنا. طيب الكنز ها، اشرد يا حبيب قلبي. يا الله يا الله على السمكات ها. مين هاد راكب عبطس؟ ولا هبيلة. اوكي قاعد بموت كويس. طيب شباب الكنز هنا لازم نحفر يعني. صح هيك مفروض، صح. شباب الزومبي هذا بصراحة مقلقني صوته، وانا خايف يجولي من فوق. هوي السلام عليكم. ايش يا كريبر؟ والله لمس. في صوت. طيب شباب الكنز بقول لك انه هانا، بس كيف بدنا نجيبه؟ مين هاد؟ شباب في واحد فوق. مين هاد لجا؟
انت الكنز يا معلم. ايش يا اي دونت تريد تبرد اعطيك عراسك الحين يعني. طب انت كيف دخلتها انا شباب؟ هذا الكنز شكله قصته مطوله، فخلوني انا ادور عليه واشوف، اظني احفر واشوف. طيب شباب رجعنا من تاني. هذول الشباب الصراحه زهقوني، هذول مش عارف اشتغل منهم، فصراحه مزعجين، ما لهم مش لزوم في اي حاجه. حفرت كتير انا هناك ما لقيتش الشيء، بس في لقيت حاجه وين راحت هيها. هان هذا، فاللي خاطر ادخل تحت بلحقون الزنخين. مش عارف وين كانت في طريق هنا. ايوه هي هنا شباب. دخلت هان لقيت في زومبي، هيات شايفينهم، وفيش مية هنا. ايش فيه؟ هاي هنا مفيش مية خالص. ايش عندي يكون مثلا الذهب هذا هو الكنز؟ مستحيل يعني. حياته احنا، انا ماشي صح اعتقد هيك ماشي صح. السلام عليكم، ايش الاخبار يا كبير؟ ابت علينا، فجر الدنيا الزنخ هذا. طيب شباب انا ماشي مش عارف انا رايح على موتي ولا وين رايح، ما بعرف شباب، انا مش عارف صراحه الكنز هذا وين. انا هي شايفين هيك بالضبط المفروض يكون الكنز، طب وينه؟ ما بتعرف يا معلم، ما اتفقناش. اوكي طيب شباب وصلنا ل، يا الله اجو، تعال يلا بالدور تعال. هي طيب معلمين، صراحة شاب الكنز هذا أنا مش عارف وينه، دورت كتير مش عارف صراحة. طيب خلينا نشوف، بس هو المفروض والله شكله شاب حطنش الكنز، شكله حطنش الكنز لأني مش عارف صراحة وينه، بس بصراحة جمعت جن باودر كويس والله. يعني هذا بنعطيه ضربة زي هيك، وبنعطيه كمان ضربة بيعطينا جن باودر، مرة بعطيك واحدة، مرة بعطيك اثنين. مش عارف شباب في حاجة هنا ولا أنا بتهيالي، ليش هيك معت من المنطقة هذه؟ هوي إيش في عندكم هان؟ مش عارف، طب ليش يعني عندهم ليل هيك؟ طيب يا معلمين والسرير يا معلم، وصلنا شباب المنطقة هذه. يعني انت قلتولي شباب في ايش؟ في مراكز بحرية ومش عارف شو، بس انا مش شايف في لا مراكز بحرية ولا في اي حاجة. السفن المشكلة ما بتطلعش فيها حاجة يعني، والكنز ما لقيناهوش. قلتولي صح الكنز فيه، يعني هو فيه يعني اكتر شي بتلاقي فيه فاكهة، بس انا يعني صار لي الحين بسجل كتير ولهالحين يا شباب. تعال يا معلم، تعال يا معلم، ما لقيتش شي، فاهمين علي؟ على الفاضي بس قاعد بمشي وخلاص. هذا ايش؟ لا هذا شباب بدنا نجرب عليه السلاح الجديد. حرية ايش هذا؟ اوكي خليهم يضربوا بعض كويس. وانا يا معلم ايش تساوي؟ اجمع من الخرفان هذه لحم وصوف و يلا بحرية خش عليه. بس انا نفسي اعرف يا شباب هم كيف بيضربوا، بس يعني بيضربوا هو ماشي، فحاجة تقهر بصراحة. خليهم مشغولين واحنا ايش نعمل؟ ننهبهم يا معلم. والله حلو ايش هاد؟ اوكي سيرك حلو يا معلم، هاته. طيب يا شباب هيات، هذا مخيم للقراصنة على ما اظن، ايش فيه الا اسلحة وحاجات هبلة بس. والله مولعين نار ومزبطين حالهم. صندوق كبير بس هيك يا معلم. شباب السلاح اللي معي هذا ايش بياخد؟ 4 طلقات، هاي حلاوته. فبيعملش ريلود كتير، فاهمين علي؟ شافش حاجة. ايش هادي؟ بايب، هاي البايب، ما بعرف البايب 6. اوكي والله شباب على الفاضي، هذول بس عندهم اسلحة وخلص. قراصنة دمهم زنخ يعني، بدام لقينا شباب هذا المركز او هذا المكان
يعني ايش في مكان تاني يعني في بكون للشباب هذول في لكم مكان صح يا معلم؟ مالك معصب يا معلم؟ طيب انا حكمل يا شباب اوكي انا بخلي البيت في ظهر هيات الهوم وحكمل ان شاء الله نلاقي بس ايش مخيم تاني بس شوف كيف مش مبين يا شباب المره. طيب معلمين لقينا شباب هذا ايش بضل يعمل زي هيك لقينا مقر بحريه هذول شباب سهل قتلهم بس هيك وهيك يا معلم وخلاص سهلين جدا في المي بس ما يجيكش سمك من تحت. اوكي لقينا صندوق على طول في الوجه اوكي ماشي اكل وحاجات من هذه والله شباب سفينه هذا على الفاضي ولا فيها اي شيء في حاجه. طيب معلمين هذا شباب سفينه ثانيه خلينا نشوف فيها ايش هذا دارك ابصر مين فيها حاجات فاضي وفي عندهم السيف هذا وعندهم جنباودر. طيب الشباب دخلنا لقينا تحت الارض في سفينه لقينا هذول شباب الحاجات ايش هذول ثواني بس خلينا ناخذ هذا اهم حاجه طبعا بس مش عارف هذه الفاكهة ايش تكون شكلها فاكهة مش كويسة. طيب هيك خلصنا احنا هيات يا شباب هذه تحت الارض او تحت البحر لقينا فيها الاغراض هذه في كمان هي لازم يكون في صندوق تاني هاي ورق وخريطة في كمان صندوق انا مستعجل بس بدي اروح والله في اكل وخيرات ولا الفحم بالزمش ماشي بهذا المكان ما فيش فيه حاجة يعني إلا الفاكهة طبعا بس الفاكهة مش هتكون أسطورية احنا بدنا شباب حاجة نار يعني هذه الفواكه اللي زي هيك جربناها كثير هذا خلينا نشوف خلينا نشوف شباب ايش هذا لا لا يا الله شفت السفينة شو مكبرها بس خلينا نشوف هذا اللي هان مشكلة معي أنا بكاكس فيش معي أكس عشان أيوه استنى يا زلمة ازنخ دمك مع انه المفروض انا اوفرهن هذول بس يلا صراحة قهرني ما فيش حاجة الا خريطة يا الله يا اله بس مشكلة انها بحرية هي مشكلتها انها ايش بحرية هذه حنلاقي فيها خيرات الدنيا كلها السلام عليكم يا قوم في حد شافني انت ايش جايبك انت ها هذا مش مكانك يا هبيله طيب شوف في عندهم مصابيح كويس بس مش عامل حاجه المصابيح على الفاضي يعني اوكي هذاك اختفى والله شباب سفينه كبيره معقول لاقي فيها خيرات مش حاجه لازم نطلع فوق عند الملحمه فوق عارفين يا معلمين ايش بدي اعمل انا بدي احط سرير هان طيب شباب غرقت هان شموع غرقت الاخت هذه شموع بدي انام انا بس اهم حاجه انام خلينا ناكل تفاح والله حنقعد سنتين هيك يا اخي كم سرير يا شباب يا حد هان خلينا نشوف والله ما نعرف شوف كم سرير برضو سلاح وهذا بدناش سلاح فاكهة معلمين والله هي الدرج هي الدرج هاي القراصنة فوق بس بدي اشوف انا في هنا حاجة اعتقد لا خلينا شباب نطلع فوق ونشوف شايفك يا معلم تضرب علي قاعد اجو كويس ليش بجوش طيب ما بعرف خلينا نشوف نطلق عليهم هذول اللي هنا او عارفين تعال تعال يا زلمة احنا صرنا قويين ما حدش بيقدر لنا انت اللي كنت تضرب علي تطلق علي هو شو المشكله في مين في البص تبعهم اكل كم باودر يا سلام يا سلام في صندوق تاني في صندوق تاني في سمك وفي ساكي وهذول وكم باودر صندوق كبير يا معلمين ذهب ايش ذهب بدناش الذهب تبعنا احنا الفواكه ماشي شباب هو اللي حيخوف اذا كان في قائد للسفينه هو اللي حيخوفنا مش عارف لو طلعت فوق ايش حيصير السلام عليكم معلم ماله هذا مات من ضربه مش عارف افتح سمسم السلام عليكم ايش هذا
هذا الباب لمين؟ مكتبة هذه مكتبة. إيش فيها حاجة؟ والله هذول بلزمن صح؟ هذول بلزمن نرجع لهم مش مشكلة. عملت واي بوينت هنا. طيب خلينا نشوف الطابق اللي تحته إيش فيه. علمين في حد هان؟ هذه أنا مش عارف إيش الكلوك هذه. هذه إيش بتعمل يعني؟ قنبلة مثلاً؟ عندي واحدة منها في البيت بس مش عارف إيش لزومها أصلاً. والله يا معلمين سفينة كبيرة على الفاضي ما فيها ولا أي حاجة. فخلص شباب أنا هروح على البيت الحين تاني ونشوف إيش الفاكهة اللي معنا هاد. عارفين يا معلمين عارفين شباب إيش هذه المنطقة؟ طلع فوق زيت السماء يا معلمين فوق. هذه شباب الحلقة الجاية حنطلع لها غصب كيف مش عارف بس حنطلع لها. معلم أنت مهمتك مش عارف إيش قصتها الصراحة. طيب شباب هيك بتهيالي احنا جاهزين يا معلمين. رتبنا شباب كل شيء الخرائط عطيناهم التفاح شوف شو عملنا فيه. هوي خلينا نشوف الشباب. طيب لنأكل فاكهتنا الجميلة. ايش ايش سابي مين شكلها هبلة يا شباب صح؟ سابي سابي رست توش توش خلينا كلها. اوكي كنا الفاكهة. طيب صارت عندنا ability. الability بقينا نفروض نحطهم زي هيك احنا. ايش هذه بس هيك خليها هيك خليها هيك. طيب كان في بحرية هان مش عارف ضلوا ولا لا. انت يا معلم ايش صار شكلي تغير ايدي صارت ايش سنة 30 دمجة بس. هذه حرق كويسة والله كويسة بس مش كتير يعني فاهمين. ماشي حالها ماشي حالها. هاي بدها تخلص المهمة والله ما نعرف كيف بدي اعملها المهمة. طيب هات فيها بيل هناك قرصان تعال يا معلم. ايش اللي على اليمين هذا؟ ايش فاكهة. لا 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 شايفين يا شباب الهبل. اطلع يا زلمة يا الله يا الله علينا والله يا شباب على الفاضي. يا الله مغباني يا الله مغباني. لا لا تجيش 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 انت حتخرب علي الدنيا. نزلني تحت اكثر والله يا شباب مشكلة مش عارف صراحة شو اعمل. المشكلة معيش اشي رحت فضيت كل اشي انا. بتشوف لها حل يا شباب هذه القصة. المهم شباب استكشفنا كثير. حننهي هنا ونحن تحت المية مش عارف شو ماتش اصلا. اللي بدي اياه منكم معلمين بس تقول لي شباب الكنز هذا كيف بدي الاقيه بصراحة جنني. فيا معلم اذا عجبتك الحلقة يا ريت ما تنساني من لايك والاشتراك معي في القناة. ومن هنا ابطال الحلقة القادمة ان شاء الله براكم على خير وسلام.